كمان وول اوف فيم از فول اوف ميوزك مع الموسيقي جي مانوكيان. صباح الخير. صباح النور جي. يعني ما رح نعرف طبعا، كل الناس بيعرفوك بيعرفوا موسيقتك وبيعرفوا هالاحساس الموجود بموسيقتك اللي هي نوع من فيوجن، من خليط ومزيج، مع انه انت بتسميها موسيقى لبنانيه. انا دائما حريص انه اسميها موسيقى لبنانيه، لانه لبنان بتطور مستمر. واليوم انا خير دليل، يعني عم بقول لك انا لبناني من اصل ارمني، فمن الطبيعي يكون في موسيقى ارمنيه بالموسيقى اللي عم بخلقها. واليوم مجتمع اللبناني هو خليط من كل اذا بدك الباك جراوندز الموجودين يلي بلبنان، يلي ما هن بس بيجملوا وبيحلوا الموسيقى اللبنانيه. واكيد نحن عندنا الحس الشرقي يلي ما فيك تطلع منه، بس بنفس الوقت كمان عندنا السوفيستيكيشن اذا بدك الغربيه. فكل هول وقت تحطيهم مع بعض، انا برايي مش عم بخلق بس موسيقى انه لقيمان وكان، بس عم بخلق موسيقى جيلي اللي عايش بلبنان، يلي انا بعتبر حالي من جيل الحرب، يلي ربيت بلبنان كل وقت الحرب وبقيت. فما يعني ما فيها اسميها غير موسيقى لبنانيه، اللي هي طبعا هالجيل اللي بيسمع كل شيء، بيسمع بين نعم. اللبناني وبين نعم. الاجنبي اكيد exactly. وهالموسيقى منشان هيك قدرت توصلك للعالميه جي مانوكيان، وقريبا جدا في حفلات بالخارج نعم. بامريكا باستراليا باستراليا رجع. ليك الوقت تكوني عم تعملي موسيقى ومش اغنيه، التشانسز انه فرصك لتوصل ابعد هي اكثر بكثير، لانه وقتها ما يكون في لغه. اليوم اللغه العربيه هي عم تحصرك بالعالم العربي. الموسيقى هي ما في عندها فيزا، يعني الموسيقى فيها توصل على كل انحاء العالم وتكون مفهومه من الكل، يعني لغه الموسيقى هي مفهومه من الكل. فانا سحل الشرف من سنه وقتها رحت دقيت بسيدني اوبرا هاوس، كانت حفله كثير مميزه، وكانت حفله مميزة، حسيت حالي شوي مضرب، بس انه حفلة كثير حلوة، حفلة كثير حلوة كانت وما بنسى هالنهار. وكمان عن شاشة الام تي في قبل ما اطلع على المسرح بدقيقتين، وقت عملت انترفيو كمان مع بيير على السكايب على الهوا، وكان شعور كثير حلو. فهلا بحب اشكر كمان الجروب جورج خزامي اللي هلا هن اخذيني على كمان على سيدني لحفله اسمها ماجنيفيسنس اوف ذا ميدل ايست. واليوم انا اول شيء بحب اعزي عائلته، لانه عرفت انه توفى من شهرين، واولاده هن عم بيكملوا اذا بدك رساله الوالد، وبعدهم عم بيشتغلوا لا اذا بدك لا ابراز الماجنيفيسنس اوف ذا ميدل ايست، لانه عن جد الشرق هو شيء عظيم، روعه الشرق. فب 15 نوفمبر بوعد كل اللي بيحبوني بسيدني يجوا يحضروني بالدونستون هول بإليزابيث ستريت اذا ماني غلطان. ومن بعدها رح انتقل دغري على الولايات المتحده لاعمل اول كونسرت، بعمله كونسرت كبير بالولايات المتحده بلوس انجلوس، رح يكون يعني لوس ارمينيوس نحن بنسميها، لانه في كثير جاليه الارمنيه كبيره هونيك. فكمان كل اللي عم بيحضروني على الام تي في بقول لهم انه 15 نوفمبر بسيدني، و29 نوفمبر اذا الله راد بلوس انجلوس. واول السنه كمان رح يكون عندنا تور شوي اكبر بالولايات المتحده، بس ايست كوست وميد ويست. هالجولات اللي هن بالفعل شغلة مهمة وشغلة كبيرة لللبنانية اللي عم بيروحوا لبرا، وهون أنا كمان بدي ضم صوتي لصوتك وعزيهم لكل عائلة خزامي، وأيضا وجه تحية لكل الأشخاص اللي عم بيشتغلوا برا لحتى ينشروا الثقافة اللبنانية. الموسيقى بتعرف يعني هي أكيد نوع من الثقافة. راني أنا بكل كونسرت بروح بدقه برا بحس قديه حسرة اللبنانية، وقديه اللبنانية مشتاقين على لبنان، وخاصة بأستراليا. يعني وقت رحت بال 2013 شو بدي أقول لك، يعني في كتير ناس بلبنان بيقولوا، ده هذيك مرة قلتها كمان بانترفيو على التلفزيون الأرجنتيني، بيقولوا الناس إنه يي أنتوا كيف عايشين بلبنان بهالمصايب، ونحن عايشين يا بيكونوا بالولايات المتحدة. بس صدقيني إنه نحن إذا بدك هن المعترين، وأنا أيام بزعل لانه الغربه منا هينه. ووقت اللبناني تشوفيه باستراليا او تشوفيه بامريكا وتشوفي قد ايه مشتاق للبنان ولمناخ لبنان ولا مش لصحن الطبوله ام لانه بيعملوها صاروا احسن منا، بس كل اللي بنتمنى انه هالبلد يصير
يعم فيه السلام وكل المغتربين يقدروا يجوا اكثر على لبنان. ما عم بقول لك رح يتركوا بلاد الاغتراب رح يعيشوا بلبنان، بس عليه يبلشوا يقضوا اكثر من شهرين اما اكثر من جمعتين بلبنان. فبس اوصل على كل كونسر دائما بقول لهم انه انا جايب لكم شقفه من لبنان لعندكم لترجعوا تشموا ريحة لبنان، لترجعوا تسمعوا لبنان مزبوط. وشي أيام شوي بزعلني على كل جي مانوكيان بالكونسرت تبع كلامك مؤثر قد ما موسيقتك مؤثرة. أنا آخر كونسرت حضرته هو بجبال بمهرجانات بيبلوس، وبطريقة كلامك يعني حتى الأشخاص اللي هن من جبال صاروا يحبوا جبال أكثر من وراء حديثك. رح بنشوف مقطع صغير من كونسرت لحضرتك ومن تلوح. حلو الكونسرت وحلو جي مانوكيان وحلو جبال كتير، وكل هالكومبينيشن عملت كونسرت بالفعل استثنائي. والكلام اللي حكيته عن جبال ليه بتعني لك هالقد للأشخاص اللي ما كانوا موجودين؟ أول شيء جبال قلتها بالكونسرت برجع بقولها، يعني هون بحب وجه تحية لزياد حواد، لأنه هن زياد ونبيل أصحاب أنا معهم كتير، وزياد عرف كيف إذا بدك يحط جبال عن جد بالواجهة بطريقة كتير حديثة وبطريقة كتير علمية وبطريقة كتير مزبوطة. وهذا اليوم نحن ناقصنا بلبنان، يعني برز القديم بطريقة جديدة. مش بس هيك بجبال. عرف كيف يدير، عرف كيف يعمل من 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 مدينة. إذا بدك خلال سنين جبال لقلنا يعني نحن أولاد المتن وهيك، كانت دايما يعني آخر شيء بتفكر تروح على جبال عم تتعشى بجبال عم هيدا كله. ما عم بقلك بس هو يعني يكون من روجيه قدي لكل لحتى جون لوي ارداحي لحتى لجنه مهرجانات بيبلوس لحتى زياد وكلهم اشتغلوا كلهم انا برايي ايد بايد وقدروا يحطوا جبال انا برايي يعملوها احلى احلى مدينه. ما هي جبال احلى مش هيك شعارهم؟ احلى جبال. فلا انا بهنيهم وكان فخر كثير كبير وشرف كثير كبير انه مهرجانات بيبلوس. وكان مؤثر ايضا لما شفنا ابنك جيو طلع على المسرح وفرجيتنا كيف عم بتجرب تعلمه ايضا. بس صار عندنا ازمه هلا لانه بس صار في ازمه، وانا بدي اقول انه ثاني مره بليز لو سمحت لوكا بيطلع على المسرح لانه مش معقول نزعل لوكا نحن كمان. ما هيك هيدي بوسه لك لوكا. لا ابدا. جيو ولوكا اثنيناتهم بيحبوا الموسيقى كثير. يعني بالبيت بيضلوا حاطين موسيقى وعم يتسمعوا موسيقى وبيجربوا يدقوا على البيانو. لكن انا عم بتعلمهم بيانو رح ادعمهم يعملوا شو ما بدهم، بس كمان مش هيني اذا انا محلهم دائما بفكر مرتين، لانه مش هيني وانا ما بدي اياهم دائما يكونوا يجربوا
يعملوا شيء بس لانه بيهم عم بيعملوا شو ما بدهم. اكيد انا دائما رح كون حدهم ودعمهم شو بس ما كمان منحس انه هيك وكانه ما في هالحماس الكبير لحتى انه يخوضوا المجال الموسيقى او المجال الفني ليجي يعني كثير يعني كل هين. الفنانين ان كانوا ممثلين موسيقيين مغنيين يعني بتحس انه ما عندهم هالحماس لانه اولادهم ايضا يمشوا يعني انا في كثير عالم بفكروا انه وصلت بالهين لانه عمري منه كثير كبير يعني عمري انا هلا 38 سنه صرت دقيق مهرجانات بيت الدين وبيبلوس والسيدني اوبرا هاوس والكايرو اوبرا هاوس بكل العالم ونشكر الله بس مسيرتي كانت طويله ومزعجه ومتعبه وهيدي مصلحه كل ما تفوتي فيها كل ما بصير عندك طموح اكثر بصير بدك محلات دقي محلات اهم وهيك فقد ما نجحت بحياتي قدن عشر مرات فشلت كمان يعني سو مشان هيك انا بدي اولادي كيف ما قلت لك يعملوا اللي بدهم اياه وهن يلاقوا طريقهم يعني كان في مصاعب كثير قدرت اكيد كان في مصاعب كثير انا دائما بقول انا ما جيت من عائله موسيقيه كبيره ليكون عندي مثلا هلا اولادي عندهم شانس احسن مني لانه اولادي رح يكون عندهم اذا بدك خبرتي رح يكون عندهم بواب رح تتفتح اهين لالهم بس انا بس بلشت مسيرتي يعني طبعا عم بيكون وبس جربت اعمل اول سيدي انا بعرف قديت تعبت ماديا ويعني يعني خرجياتي كنت خبيون بي الله يرحمه اعطيني تابلو لاقدر روح ارهنها وادين مصاري لاعمل سيدي ف يعني مسيرتي كثير صعبه كانت ولليوم بعدها صعبه العالم دائما بتفكر انه جيمانو كان وصل وكل شيء كله هين وكل شيء تمام وانه خلص عنده الموهبه ووصل عم بقول لك انا اهم شيء عندي هو جمهوري يلي ربي معي يعني انا اليوم اذا بتشوفي جمهوري وكل يلي كانوا بجبال هن مور اور لس من جيلي الاكثريه جمهوري من جيلي فهيدا اكبر كنز عندي انا ويلي بعدهم معي من عمري 16 سنه تقريبا عم دق بروفيشنالي وبعدهم مكملين معي وبيحضروا لي حفلاتي فهيدا بتصور اكبر ارث عندي يعني هيدا اكبر ارث وهون هيك دائما بتحب تحكي عن الجمهور يعني وتفاعل الجمهور مع الموسيقى يعني بيصير شيء يعني عن جد فينومينال انه منكون على اساس قاعدين وما في شيء وعم نتسمع موسيقى حلوه بعدين بيصير في هيك هالغليان مع الجمهور اللي بيصير مع انه ما في كلام ورح نحكي عن هالموضوع وهيدا أصعب شوي بيصير في هيك هال يعني كلنا بنشعر بالموسيقى بيننا رانيا الشيء اللي عم تشعري فيه هو اول شيء في كيمستري بتطير العقل على المسرح بيني وبين الموسيقيه هيدي سر نجاحي اذا بدك والسر الثاني هو انه بتعرفيني انت وبتعرفيني على المسرح وبتعرفيني خارج المسرح ف معي وات يو سيز وات يو جيت انا بزيت الطريقه بالبيت ام بالشغل ام على المسرح ام على البحر بتحكي وبتتفاعل بزيت الطريقه صح فالعالم بتصور بيشوفوا انه وقت يروح يحضروا يعني كونسرت جيمانو كان هذا هو جيمانو كان كيف ما راح يكون على المسرح راح يكون بشغله ام راح يكون وين ما كان تحضيرات هون عم نشوف لبيبلوس انترناشونال فيستيفال وهيك ودائما بتحط يعني مثل لمحه عن المنطقه اللي عم بتكون بيرفورمينغ فيها عم بتكون عم بتأدي فيها خلينا نتابع حديثنا هيك عن الجمهور يعني بعض الناس عندهم مش نقد ولكن عندهم ملاحظه الكلام مثل ما كنا عم نحكي ليه ما في كلام ليه ما في اغاني او يمكن اعادات لاغاني قديمه للاساطير يمكن اللبنانيه انه ليه مش غلط ليه؟ ايام بلا في بعض الكونسرتس بيكون في غنى غنيه ام غنيتين هلا اقول لك بصراحه انا اللي بقى انا ما بغني ف وبحب شو بعمل بحب فني بحب موسيقتي وبقدر موسيقتي وبحترم موسيقتي ف بركز اكثر على موسيقتي وفي كثير ناس بيجوا كرمال هالشيء بيجوا ليتسمعوا على موسيقتي وقت اكون عم دق بكونسرت وناس قاطعة تيكتس وجايين لأنه بيعرفوا موسيقتي وبيحبوا موسيقتي سو ماني جاي أنا أعمل لهم شيء غير تغير ما بدك ومفهومي أنا للموسيقى هو أم يعني بالأرمني بيقولوا موديتسوم يعني تقربي لهالموضوع هو تقرب ثقافة وتقرب فني منه تقرب مادي ومبتذل فبتصور أنا خير دليل أنه فيك تعمل اليوم موسيقى رائية ومرتبة وبلا إذا بدك أوفر
اكسايتمنت وتضلك عم تنجحي وتضلك عم بتعبي المسارح وتضل العالم عم تجي بتحضرك. نعم ديما وكيو عم تشتغل او بتحب الدوكيومنتريز الوثائقي الافلام الوثائقيه الصغيره اللي يمكن عم بتحولها على نوع من كليب وثائقي وهذا الشيء مش كتير يعني معروف. اكزاكتلي شو الفكره؟ حاب اشكر كمان ساره زوجتي اللي كتير بتساعدني بهالامور وهي قدرت مع فريق عمل يعملوا هيك سمول دوكيومنتري اول مره بنعمله. انا حبيته لانه بالدوكيومنتري رح تتعرفي علي اكثر وبتشوفيني كيف بكون قبل ما اطلع على المسرح. سو الدوكيومنتري انعمل دغري قبل ما اطلع على المسرح. وهو شو بيحكي عن شو؟ ماشي بيحكي تقريبا عن الكونسرت وعن شو شعوري بيكون وكيف بفكر والقصص يلي بحس فيها قبل ما اطلع على المسرح ولمين بكون عم دق. خلينا نسمع شوي. Professionally, I was 16, and my fans were 16, and they were 17, and they were 15. And now we all grew up together. We all know each other's stories. We all understand each other. I play today to preserve our way of life. يعني أنا قد ما بحب أسمع موسيقتك بحب أسمعك جي هالعمق اللي عندك إياه بالفن هالتعمق بالحياة وبمواضيع الحياة اللي منها يمكن بتستوحي موسيقتك. رانيا كل فترة بحياتك أنا بعتقد أنه بيكون عندك دافع معين وإذا بدك بصراحة يعني الأبوة كتير غيرتني. الأبوة خلتني أشوف كل الحياة كل شيء صرت أشوفه بغير طريقة فصرت شوف انه ما في شيء بيحرز. اهم شيء الوقت اللي انت بتقضيه مع اولادك واهم شيء هو الاسم يلي بتخليه لاولادك اهم من اي حجر ام مال ام شو ما كان. هو العلم يلي بتعطيه لاولادك والاسم يلي هو اكبر ارث اولادك فيه. طب نحن بدنا انه تكتب لنا اسمك كمان هون بالاستوديو لحتى يضل عنا ومثل ما هو بقلبنا يكون عنا على التابلو. تفضل على الوول لحتى تمضي لنا جي مانوكيان ونحن كل ما نتطلع نتذكر انه انت كنت عنا وخبرتنا هالقصص الحلوه وخبرتنا كيف زاد احساسك جي يعني معقول يزيد اكثر من هيك بعد؟ شو الايام بتخبي لنا؟ وين فينا نكتب؟ محل ما بتحب تفضل. شكرا لك جي مانوكيان شكرا لوجودك معنا وان شاء الله بتكون موفق ب 15 اكتوبر 15 نوفمبر بسيدني بالدونستون هول وب 29 نوفمبر بلوس انجلوس بسان جابرييل. اكيد كثير ناطرينك ونحن فخورين فيك بنتابع كل اخبارك جي مانوكيان. اهلا وسهلا مشاهدينا نحن رح ناخذ بريك قصير ومن بعدها بنكون مع اخر محطه لو واتس اون ام تي في.